الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد كالعادة عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها عن باقي الاندية المصرية ونرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش صل على الحبيب في الكومنتات ولايك على قد ما تقدر عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. النادي الاهلي عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي بيتفاوضوا، والخلاف معاهم على التجديد بتاع عقودهم مش خلاف مادي بقدر ما هو خلاف على عدد السنين. اللعيبة عايزة تمضي سنين اكتر. تجد علي معلول عايز يقعد في النادي الاهلي بدل سنتين 3 سنين اضافية، في حين ان في اندية تانية بتبقى مشكلتها في التجديد غير المشكلة المالية، ان اللاعب بيطلب طلبات مغالى فيها، بتجد ان اللعيبة بتشترط انها تعمل شرط جزائي ضعيف جدا عشان اول فرصة تطفش وتهرب من النادي ده. لكن في النادي الاهلي لا ترى هذا. تجد النهاردة علي معلول بيطلب من النادي الاهلي ان العقد بتاعه ما يبقاش سنتين، يبقى 3 سنين. هو اتفق على كل حاجة ماليا ومفيش مشكلة بالنسبة للاهلي في العقد مع علي معلول في الحتة المالية، لكن المشكلة كلها ان اللاعب عايز يفضل اطول فترة معاك. والموضوع سهل وبسيط، هيتم الموافقة عليه ان يتم التجديد لعلي معلول. لكن انا بوريك الفرق ما بين نادي لما بيجي يفاوض لاعب ويجدد له، اللاعب بيبقى عايز يقعد اكتر، ونادي تاني اللاعب عايز يحط شرط جزائي انه اول ما يلاقي فرصة انه يطفش. في لاعب بلا اخلاق بلا ضمير وبيفوت كل الماتشات لناديه السابق، اللاعب اللي كان في فترة من الفترات مهاجم مصر الأول، وبسبب قلة ضميره أو انعدام ضميره إن صح الأمر بسبب تفويته للمباريات لناديه السابق على أمل إنه ينتقل إليه مرة أخرى، وفي كل ميركاتو بيبقى الكلام عليه لصالح ناديه إنه يعود ليه مرة أخرى، ويحاول يزيد من حجم التفويت لصالح نادي. اللاعب ده مهاجم بالمناسبة، ولما بيلعب ضد نادي بيبقى مدافع اول لصالح النادي المنافس اللي هو نادي هو القديم يعني. فاللاعب ده النهاردة يعني سبحان الله اتزل، يعني ارحمه عزيز قوم زل، اتزل لدرجة انه بقى لافف كعب داير على كل اندية مصر. شوف جزاء ربنا سبحانه وتعالى وعقابه لهذا اللاعب اللي كان مهاجم مصر الاول، دلوقتي بيلف على الاندية كعب داير لانه مش لاقي نادي يستنضف يضمه. ليه؟ لان الكل عارف ان اللاعب ده بقى موسوم بعار التفويت، وبقى النادي اي نادي هيشتري اللاعب ده لازم يبعده الماتشين بتوع النادي السابق بتاعه عشان معروف انه كده هيفوت. تعال نروح لموضوع مهم جدا وهو موضوع فوز الزمالك على النادي الاهلي ببطولة السوبر الافريقي في اللحظات الاخيرة. جمهور النادي الزمالك عايز يعيش نفسه في وهم القضية ممكن، وكله طالع قضية الدرع ولا قضية أفشة. قبل بس ما اتكلم هو مين الأقوى، قضية الدرع ولا قضية أفشة ولا مفيش مقارنة أساسا، حابب أفكرك بشخصية قذرة، شخصية منتهى الوقاحة. فاكرين واحد من مخططي الأداء اللي كنا طلعنا له تسريب في الكلاب هاوس، وليلة مباراة النادي اللي هو بياكل فيه عيش مع نادي بيشجعه، راح على الكلاب هاوس وقعد يشرح ازاي تكسبوا النادي اللي انا بلعب ليه او انا شغال فيه، وازاي النادي المنافس بتاعي يكسب النادي ده. النادي ده كانت من ضمن الاندية اللي لعبها النادي المخطط في اخر 7 ماتشات في الدوري. الكلب ده النهاردة طالع، الكلب الحقير طالع يقول ايه بعد فوز الزمالك بلقب السوبر الافريقي؟ قال لك هي دي القضية ممكن يا بهايم. طبعا هو موجه كلامه لجمهور النادي الاهلي اللي جزمت اصغر واحد اهلاوي
تساويه وتساوي اهلي كلهم. ده مخطط اداء بيعمل، كان يعمل عشان هو خلاص مشي من النادي، كان يعمل في احد الاندية اللي كانت تصارع في الهبوط، وراح كشف سر الخطة بتاعت المدرب بتاعه عشان نادي يكسب، عشان نادي يقدر ينافس على البطولة. بالنسبة للقضية، ممكن القضية ممكن اتقالت على بطولة قارية لا يمكن مقارنتها تماما بأي بطولة تانية. انا النهاردة كجمهور للنادي الاهلي، لو قلتلي وخيرتني ما بين اني اخسر كل بطولات الصالات، مش هقولك بطولة يد، لا اخسر كل بطولات الصالات، يد وطايرة وسلة وكل، وما بين ان كنت اخسر مباراة القضية ممكن، هقولك لا انا عايز القضية ممكن، خسرني كل بطولات الصالات ملهاش لازمة، جنب كرة القدم ملهاش لازمة، لان اللعبة الشعبية الاولى هي كرة القدم. فوز النادي الاهلي بمباراة القضية ممكن انهت تماما على مجلس ادارة النادي المنافس، في حين انت النهاردة كسبت الاهلي. سمعت عن حل مجلس ادارة الاهلي؟ لا. عزل مجلس ادارة النادي الاهلي؟ لا. ولا مليون بطولة يد تعمل الكلام ده، لكن القضية ممكن عملت كده، عملت كده. انما انت تحاول تداري خيبتك انك كل حاجة تقول عليها القضية ممكن، القضية ممكن، انت عامل زي المريض النفسي. اه والله المريض النفسي. اي بني ادم بيتكلم على مساواة القضية ممكن باي جون او اي بطولة غير بطولة الاهلي اللي اتقال فيها القضية ممكن، انت مريض نفسي بتحاول تعالج نفسك من العقدة اللي عندك. فاكرين زي ما قلتلكو الفيلم بتاع فناننا العظيم عبد المنعم مدبولي لما قال لمريض نفسي الناس بتعايره عشان قصير، قال له طول ما انت ماشي قول انا مش قصير ازعى، انا طويل وهبل، انا مش قصير ازعى، انا طويل وهبل. تكرار العقدة النفسية تخليك تتعالج منها. فجمهور النادي المنافس بيحاول انه يكرر كلمة القضية ممكن عشان يعالج نفسه من الازمة النفسية اللي عنده. بالنسبة لي خالد الغندور مثلا، لو انت عرضت على خالد الغندور انه يا خالد ايه رأيك نمسح تاريخ نادي الزمالك في كرة اليد كله مقابل ان احنا نمسح من ذاكرتك القضية ممكن وليلة 27 نوفمبر وانتصار النادي الاهلي، هيوافق، وهيقول لك موافق ان انا امسح كل تاريخ الزمالك في كرة اليد، مش بطولة السوبر بس، لا كل البطولات، مقابل ان يوم 27 نوفمبر ده يتمسح من التاريخ. ليه؟ لان اصبح عقدة نفسية عند الكل. اي شخص طبيعي لما يجي يستخدم اي مصطلح كان يسبب ليه في الماضي اي عقدة نفسية او عدم استقرار بيبقى محتاج للعلاج النفسي والعلاج الفوري، لانه اصبح مهدد بخطر او يهدد امن المجتمع بخطر عقدته النفسية. حابب اقول لك على موضوع مهم، الزمالك النهاردة كسب ماتش اليد، ولكن هناك حاجة حصلت في الهدف الاخير بتاع يحيى الدرع. الزمالك فاز وسرق المباراة بفعل فاعل، المباراة سرقت بتصرف وسلوك غير رياضي من لاعب الزمالك احمد الاحمر. دي صورة ليه احمد الاحمر وهو بيعمل الفاول ساعة تنفيذ الفاول بتاع نادي الزمالك. بص حضرتك، ده يحيى الدرع وهو طالع يشوت الكرة، بص ابراهيم المصري اللي هو لاعب النادي الاهلي، وبص ايد احمد الاحمر ماسكه مين، شد ابراهيم المصري عشان ما يطلعش يعمل الجامب بتاعه او التيك اوف بتاعه، والكرة ماشية من جنب ايد ابراهيم المصري. ده وهو لسه ما طلعش من الارض. ليه ما طلعش من الارض؟ لان احمد الاحمر شده من التيشيرت ومنعه من الوصول للكورة. لو كان ابراهيم المصري عمل الجامب بتاعه بدون اي ممانعة او فاول، لان دي كرة فاول من احمد الاحمر، كان قدر الكرة تخبط في جسمه وما تخشش
مرمى النادي الأهلي. إذن الزمالك فاز اليوم بفضيحة تحكيمية، لأن الكرة دي كانت فاول لصالح النادي الأهلي. طيب تعال نروح لموضوع الناس اللي بتتكلم على المصالحات ونبذ التعصب والكلام ده كله. قلت لك امبارح واول امبارح ان يا جماعة مفيش حاجة اسمها نبذ تعصب بدون معاقبة المخطئ، وان الانسان اللي بيزرع الفتنة او يسيل الفتنة او يتجاوز لازم يتأدب الاول عشان يبطل، وبعدين نبقى نقعد نتصالح ونبوس على راس بعض. لكن طول ما موجود الناس اللي بتشعل الفتنة ملهاش لازمة نبذ التعصب. الاخ شيكابالا كسبان، ناديك كسبان بطولة يد، من حقك تفرح، حقك، حقك مليون مرة كمان، لكن مش من حقك انك تطلع تقلل من المنافس. ما ينفعش يا شيكابالا يبقى انت محطوط عليك طول حياتك من النادي الاهلي كرويا وتيجي النهاردة تعمل لي فيها بطل الابطال. يعني ايه شيكابالا النهاردة يطلع في قناة نادي الزمالك او في قناة اون يقول ان الفرقة التانية او المنافس راحوا جابوا محترف وبرضو خسروا؟ طب هنعمل ايه؟ انت مالك؟ هو انا كنادي اهلي لما اروح اتعاقد مع محترف ده يحرقك في حاجة؟ ده يوجعك في حاجة؟ ده يأثر عليك نفسيا في حاجة؟ من حق النادي الأهلي ومن حق التنافس الشريف إن كل فريق يدعم صفوفه، كل فريق من حقه إنه يدعم صفوفه. طب ما أنا أقول لك مثلا مباراة نهائي أفريقيا البطولة التاسعة بتاعت القضية، ممكن الزمالك دعم نفسه وجاب كارتيرون ومش عارف إيه، ولا جاب باتشيكو وجاب 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 وفي الآخر شال. هل ينفع أقول لك كده؟ ما ينفعش. افرح براحتك لكن ملكش علاقة بالمنافس. ما ينفعش النهاردة تطلع تقصف جبهات وتقول او تحفل على النادي الاهلي وتقول احمد الاحمر كان بيعمل فنت يودي اللعيبة بتوع المنافس المهندسين وهو في 6 اكتوبر. اسقاط غير مقبول، اسقاط غير مقبول. وبعدين ما ينفعش تساوي نفسك باحمد الاحمر. انت بطولاتك ايه وانجازاتك ايه في كرة القدم عشان تتكلم عن احمد الاحمر وتقول شيكابالا الاحمر؟ لا، فرق كبير ما بين شيكابالا واحمد الاحمر رياضيا. على الاقل على الاقل احمد الاحمر لا يسيء للمنافس، احمد الاحمر انسان محترم، مفيش مره من المرات احمد الاحمر طلع شتم جمهور الاهلي. انا عايز اسالكم سؤال يا جماعه بصراحه، مفيش اتنين يختلفوا على ان احمد الاحمر اسطوره في كره اليد المصريه ولاعب عنده مهارات وامكانيات، وعلى الرغم ان احمد الاحمر خد بطولات كتير من النادي الاهلي وعلى حساب النادي الاهلي، الا ان جمهور الاهلي عمره في يوم من الايام ما شتم احمد الاحمر في اي مباراة. ما سألتش نفسك ليه؟ واشمعنى جمهور الاهلي بيشتم شيكابالا وما بيشتمش احمد الاحمر على الرغم ان شيكابالا ما بيكسبش بطولات قدام النادي الاهلي؟ ليه؟ عارف ليه؟ لان احمد الاحمر ما بيغلطش، احمد الاحمر لا يتجاوز، احمد الاحمر ما بيروحش لجمهور الزمالك يقول لهم ابطال على مين، ما بيعملهاش. احمد الاحمر محترم. بينما اللاعب الاخر كل حياته وكل انجازاته انه يطلع يشتم جمهور الاهلي بس، فطبيعي ان جمهور النادي الاهلي يرد عليه. عشان كده لو عايزين تعملوا صلح ونبذ تعصب ادبوا اللي بيغلط وبعد كده اعملوا القعدات اللي انتوا عايزين تعملوها. طبعا الاخ شيكابالا نزل الصورة دي وقال لك 7-1 البطولة السابعة للزمالك في السوبر والبطولة بتاعت الاهلي الوحيدة في السوبر الافريقي. اعتقد يا شيكابالا يعني مش من البطولة انك تحتفل بانجاز الاخر، البطولة انك تحتفل بنفسك. نفسي اشوف لك بطولات وتطلع تحتفل بيها كده قدام النادي الاهلي، يعني تعمل رقم قياسي في اي بطولة وتطلع تحتفل قدام النادي الاهلي. طيب تعال نروح هقول لك على ارقام شيكابالا قدام النادي الاهلي. شيكابالا أرقامه أو من أول ما لعب كورة في اللعبة دي قدام النادي الأهلي، في الدوري 16 مباراة كسب 3 أو 16 بطولة، بطولة الدوري لعبها شيكابالا، 3 خدهم مع نادي الزمالك و13 للأهلي. في أفريقيا، في أفريقيا 5 بطولات للنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا 0 لشيكابالا. السوبر الافريقي نادي الزمالك خد سوبر افريقي مع الترجي
كان شيكابالا موجود، والنادي الاهلي خد 5. عدد المباريات 24 مباراة، كسب شيكابالا منهم مباراتين فقط. فياريت يا اخ شيكابالا وانت بتكتب الارقام بتاعة كرة اليد اللي انت بتتباهى بيها، كنت اتمنى تفتكر الارقام بتاعتك لما بتيجي تلعب قدام النادي الاهلي. بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الارقام، الاخ خالد الغندور كان طلع قال انا انجح من سيد عبد الحفيظ كرويا. طب ما تيجي نشوف تاريخ خالد الغندور كرويا بيقول ايه. انا حسيت ان خالد الغندور ميسي وهو بيقول كده. خالد الغندور ارقامه القياسية وانجازاته مع المنتخبات، شارك مع منتخب مصر الاولمبي في ماتشين طول تاريخه، طول تاريخه ما شاركش غير ماتشين بس في منتخب مصر الاولمبي. الاولى كانت قدام كولومبيا ومصر فازت 3-2، والتانية قدام قطر وقطر فازت 1-0. ومن وقتها الغندور ما شمش منتخب مصر الاولمبي. في المنتخب الاول شارك الغندور في 3 ماتشات ودية، قدام الكاميرون وانتهت تعادل سلبي، سلوفاكيا وانتهت بفوز مصر 1-0، الامارات وانتهت بفوز مصر 1-0. لما بدأ منتخب مصر يلعب بطولات رسمية تم استبعاد خالد الغندور. ده تاريخ خالد الغندور يا جماعة اللي بيقول لسيد عبد الحفيظ انا تاريخي اكبر منك كروية. مع الاندية 1 يوليو 1987 لحد 1 يناير 1998 مع الزمالك 11 موسم، لعب 1446 دقيقة بس، يعني ما يعادل 18 ماتش ونص. تخيل في 11 موسم لعب 18 ماتش ونص، ما يعادل يعني بمعدل ماتش وستة من عشرة في الموسم الواحد. راح كازما كويتي 6 شهور إعارة، رجع تاني للزمالك في 1 يوليو 1998 لحد 1 يوليو 2003. في 5 سنين أو 5 مواسم مع الزمالك لعب 5730 دقيقة، ما يعادل 64 ماتش فقط، يعني بمعدل 12 ماتش في الموسم. رجع بعد كده انتقل للترسانة في 1 يناير 2004 ل1 أغسطس 2004 لمدة 7 شهور مع الترسانة، شارك في 282 دقيقة بمعدل 3 ماتشات فقط في 7 شهور. مع المدربين، مع بوكير في 96 مباراة شارك ماتش واحد، حلم طولان ماتش واحد، فؤاد شعبان 625 يوم شارك في ماتش واحد، عصام بهيك 648 يوم شارك في ماتش واحد، فاروق جعفر 129 يوم شارك ماتشين، فاروق السيد في 77 يوم شارك في ماتشين، رود كرول 525 يوم لعب 5 ماتشات، كابتن احمد رفعت 365 يوم لعب 7 ماتشات، ريدل شارك معاه في 8 ماتشات، الجوهري شارك معاه في 11 ماتش، فيرنر شارك معاه في 12 ماتش، كابرار لعب 12 ماتش، ديف ماكاي 20 ماتش، ده اكتر لاعب او اكتر مدير فني هو، وينر اوليك شارك معاه في 25 ماتش، واوتوفيستر 40 مباراة. ده ملخصك يا خالد الغندور. عملت ايه تاني؟ ايه تاريخك التاني عشان تقول لسيد عبد الحفيظ انا تاريخي اكبر منك؟ خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.